اسمي عبد المنعم إمام. حبي للمزيكا بدأ من سنة 1960، واللي حببني في الموسيقى أصلا أساتذتنا الكبار فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، السنباطي، محمد الأصابجي، كل الأساتذة دول اللي حببونا في الحاجة دي. وبعدين أنا درست في معهد الموسيقى العربية قسم دراسات حرة، وبعد ما خلصت قعدت فترة كبيرة كنت بدور على شغل ما كانش فيه، لأن كان ساعتها كان بدأوا الفترة كان بدأوا أنا أصلا دارس عود يعني في معهد الموسيقى العربية، واخدة بالك، ومعايا شهادة بالمعهد بقسم دراسات حرة كان 3 سنين. ولما خلصت وجيت أشتغل كان بدأ العود ما يبقاش له لازمة في الفرق الموسيقية، كانوا عايزين كمانجات. رجعت تاني درست كمانجة تاني، واخدة بالك، وبعدين بدأت أشتغل مع اشتغلت بقى ما اشتغلت اول ما اشتغلت كان مع في كان قهوه اسمها قهوه متربول في العتبه هنا، فكنا بنشتغل مع الناس، كان في فرق كويسه يعني، كنا بنشتغل مع عبد العزيز محمود، محمد رشدي، ومحمود شكوكو، وماهر العطار، وكل الناس دي اشتغلت معاهم. انا بقول لك في الاول خالص كنت العود ده كنت لدرجه ان كنت بقلد عزف فريد الأطرش، العزف اللي هو بيعمله كنت بقلده، وكان محمود كامل الله يرحمه اداني جايزه عليه، يعني كنت واخد جايزه اشهر عازف في الدفعه، وكنت بقلد العزف بتاع فريد الأطرش كله اللي هو اللي بيعمله التقسيمات اللي بيعملها وكل العزف بتاعه. بس جيت اشتغل كان بدا العود من الفرق، فبقوا كانوا عايزين كمانجات، اضطريت ارجع اشوف كمان اشتغل كمانجه وادرس كمانجه تاني. صعبه الاله دي، صعبه كمانجه بالذات، اله صعبه جدا، اله صعبه قوي قوي في عشان المرايه بتاعتها صغيره، اله صعبه. بس عشان انا كنت لقيت الفرق كلها عايزين كمانجات وانا عايز اشتغل، اضطريت ادرسها، وكنت بدفع في الحصه 25 جنيه. ده الكلام ده سنه كام؟ سنة 76. الفرقة أنا اشتغلت في أصول الثقافة، فرق أصول الثقافة كتير، وأنا في عيب ما عنديش خلق، ما بعمرش أي حاجة كده، بروح سايب الفرقة وماشي. اشتغلت مع كل أصول الثقافة أغلبيتهم يعني، إنما حاليا شغال مع الفرقة بتاعت الغوري دي. الراجل اللي ماسكها هو كان ماسكها قبل كده واحد اسمه كان سيد أبو العيلة، الله ربنا يشفيه يعني، كان كويس الراجل ده، سابها ومسكها واحد اسمه عمر. الراجل ده ما شاء الله اخلاقه كويسه، وعنده يعني ايه، عنده طول بال للعازفين. بقالي كده 5 سنين في فرقه الغوري. انا بحب كل الشغل القديم، انا بصي بعتبر نفسي تلميذ عم احمد الحفناوي، اي حاجه لعم احمد الحفناوي بشتغلها له على طول. الحفني الله يسامحها لما عملت الاله اللي تم 60 سنه، والحكايه دي تعبت ناس كتير موسيقيين كويسين يعني. وبعدين احنا شفنا في الفرق القديمه، فرق ام كلثوم مثلا، وكانت حتى فرقه احمد فتحي حسن، ما كان فيها ناس كبار، ما دام العازف بيقدر يشتغل، ايه المانع يعني؟ وبعدين الراجل طلع فيهم ناس كتير، اللي هو كان استاذنا اللي كان بتاع، اول ما طلع من على المعاش كان شغال في فرقه، كان شغال مع صلاح عرام، وكان شغال مع الفرقه دي كلها. اول ما الحكايه اتعملت الراجل ما كملش 2 سنين واتكل على الله، لان ما كانش يسمح له ان يشتغل في شارع الهرم. آلة حبيتها وما بحبش استغنى عنها يعني، هي آلة حبيتها جدا، ولما دخلت علاج جيت كنت كارهها، لكن اول ما دخلت واشتغلت فيها وبعد كده بقيت اسمع الناس حبيتها خلاص بقى.